فضل عباس وأرشد، أيهما يتفوق؟ يتقدم أرشد. العماني الآن من أجل الثالث، من أجل فرحة، من أجل الثالث. أوهو، ضيع العماني أرشد العلوي، أكلة جزاء في توقيت صعب، ركلة الثلاث نقاط، ركلة الانتصار في شوط المباراة الأول. والمطر يساند اليمن، المطر يساند اليمن، والمطر يقف مع اليمن ويقول ليست كل الظروف على اليمن، والكرة تضيع في هذه اللحظات. من ضيعها هو